لسبب ما الكليو 3 اللي نزلت في 2005 ما نزلتش في السوق المصري ولا في السوق بتاع الميدل ايست كله. سألت على الموضوع ده قبل كده، اكتشفت ان بيقولوا ان الكليو اللي فاتت كان هيبقى سعرها قريب جدا من رونالد ميجان اللي هي الفئه الاعلى منها، فعشان كده ما نزلتش اصلا في السوق. بس السنه دي رينو بتقدم لنا الكليو 4 الجديده، ده بعد غياب 7 سنين ما عندناش كليو جديده اصلا في مصر، وده اول ظهور العربيه في الميدل ايست. رينو استعانوا بديزاينر جديد من هولندا اسمه لورنس فاندر ايكر. الراجل ده كان الهدف بتاعه او الاستراتيجي بتاعته ان هو ياخد الديزاينز او الديزاين لانجويج بتاع رينو في اتجاه جديد ويغير تغيير جذري في الديزاينز بتاعه رينو، وده طبعا المجهودات بتاعته واضحه جدا في الكليو الجديده. لما تقارن العربية بالكليو 3 اللي قبلها تلاقي فرق كبير جدا، ان العربية فعلا شكلها بقى سبورتي اكتر جدا، الفيري دايناميك البودي شيب بتاع العربية. الكليو اللي فاتت كان بينزل منها كوبي فيرجن 2 دورز، الكليو دي لسه لغاية دلوقتي ما نزلش منها 2 دورز، بس لورنس فاندر ايكر قدر ان هو يعوض غياب الموديل الكوبي ده بان هو خلى البودي شيب كوبي ستايل اكتر بالحركه اللي عملها في الباب الوراني زي الالفا روميو، خلى الاوكره بتاعه الباب في السي بيلر اللي ورا. العربيه الكليو الجديده من جوه بالرغم من الديزاين والتصميم بتاعها سيمبل جدا، لكن برضو مقارنه بالكليو اللي قبلها فهو افخم بكتير جدا، واهتموا فيه بتفاصيل كتيره قوي صغيره يخليك تحس انك قاعد في عربيه في فئه اعلى من الفئه بتاعتها، زي ما استخدموا الهاي جلوس بينت والماتشنج كولرز في اللون الاحمر، اعتبروه ده مدي احساس مختلف خالص من العربيه من جوه. فمش معنى ان الكليو الجديده موجوده معانا في المعرض السنه دي ان هي نازله السوق، هي رينو لسه جابوا العربيه السنه دي علشان يشوفوا رد فعل الناس عليها، يشوفوا رايهم فيها ايه، يدرسوا شويه، يشوفوا الناس محتاجة ايه في العربيه. هي العربيه اللي واقفه ورايا دي 1.2 مانيوال. رينو قالوا لنا ان هم لو نزلوا العربيه تنزل في فتيس اوتوماتيك و1400 سي سي، ولسه ما عندهمش اي برايسنج خالص وما عندهمش لسه تاكيد تام ان العربيه هتنزل ولا لا. بجانب الكليو الجديده النهارده في المعرض، رينو منزله برضو الرينو فلوينس الفيس ليفت. زي ما احنا واخدين بالنا ان العربيه من قدام واخده الجريل الجديده او الشبكه الجديده بتاعه الموديلات الجديده بتاعه رينو، وشكلها من قدام بقى احلى كتير من الموديل البري فيس ليفت اللي قبله. من جوه العربيه اتعمل عليها برضو تعديل خفيف، العدادات العداد اللي في النص اتغير بقى ال سي دي سكرين، وطبعا ادى احساس فيوتشرستيك واحساس احلى من جوه العربيه. والموديلات الهاي لاين بتاعتها برضو الفرش الجلد بتاعها بقى فيه بايبنج، وده شكل فخامه اكتر قوي من جوه العربيه. العربيه برضو نفس الموتور بتاع الموديل اللي قبلها 1600 سي سي 115 هورس باور، وهتنزل بخمسه كاتيجوريز سعرهم يبدا من 155 الف جنيه لغايه 195 الف جنيه.